الوقود مالتها اللتر الواحد يمشينا 9. اقول لك احنا ليش وقت تنظل هيك؟ ليه ما يبي يضديك؟ شنو دا تحشيش علي؟ مو تحشيش، هذا معناته الا بدنا نبقى هالشكل. يلا قوم اخذني للدكتور. ليش ايش عندك رايحة للدكتور؟ هي ما تشوف بطني شلون منفوخة من ورا القولون. هي تشربي زنجبيل وهسه يهود قولونك. اي صار لي شهرين اشرب زقنبوتة، شو ما فات؟ انت تشربينه واحدة، الف مرة قلت لك لازم تنقعينه بالدهن بريك، يلا تشربينه. هسه تاخذني للدكتور. دكتور لو خبر اخوي يجي ياخذني. اي راح اخذك بس لا تاكلين راسي. القولون كتلني دكتوره وراح ينفجر بطني من الغازات. ايش قد صار لك على هالحاله؟ اوه من زمان. انا اخاف انت حامل. لا دكتوره يا حمل. حملي يا شيم عوده غير هاي عاجر. سويت تحليل مال حمل؟ دكتوره فدوى القلب، ايش ده اقول لك مو حمل. احنا صار لنا 18 سنه متزوجين وما نقدر نخلف. وما خلينا دكتور ما رحنا له، وهسه انا متاكده غازات هاي. الف مره قلت لك لا تكثرين برغل وفاصوليا بس ما يفيد وياك. اي لا راح اسوي لك سونار حتى اشوف شنو سبب غازاتك. ها دكتور ايش بين عندك؟ كلها غازات من القولون مو؟ لا عيني لا غازات ولا هاي. ابشرك انت حامل. شلون؟ دكتوره تاكدي زين، هاي شلون تحبلوه هي عاجر؟ يكافي تشلبت عاجر عاجر. هذا الطفل ذاك هو مبين وراسه مدوحس وحتى سنون طالعت له. اي دكتوره يعني طفل طفل؟ اي طفل، بس المشكله عمره 13 شهر وما راضي يطلع، ولهذا لازم هسه ادخلك عمليه. الله يبشرك بالخير دكتوره، والله الا اذبح بعير بباب عيادتك. حبيبي ايش راح نسميه للبيبي؟ اها راح اسميه مدلول، وراح ادلله دلاله خلي العالم كلها تحكي بيه. يا ابني مشروط عقد الزواج القبول، وزوجتك مفروض نسمع منها الموافقة من دون إكراه والتأكد واجب. بابا أريد تجيب لي مسدس صجي. صار ابني راح أجيب لك مسدس مع الأطفال. ما أريد مسدس صجي. إيه ما يخالف يا أبو مدلول، اشتري له مسدس صدقي قابل، إيش راح يقدر يسوي بيه؟ ارفعوا ايدكم لا حد يتحرك. اقول لك خو ما بي طلقات. بلي بي طلقات بس كل انخلاب. قلت لكم لا تحجون. يا ابو مدلول اذا طلقات خلاب شلون لا ادرموا على القلوب؟ اي والله ما ادري، يمكن حاطين بي طلقات حقيقيه. ترى دا اشوفكم حكه وحده روسكم اطشرها. اي لا لا تتحركي يا امره، هسه هو ينعس وينام وناخذ المسدس من ايده. اللي عرفه هو طلع تقاعد بس سووا له تمديد سنتين. بابا ها حبيبي مدلول. بابا ريد ادفل على عمو. ما يخالف ابني ادفل عليه. هيو دقيقة شنو يطفل عليه؟ هي ما يخالف خلي يدفل عليك، انت تدري بيه مدلل وما نقدر نرد له طلب. اي واذا مدلل شو اسوي له؟ خلي يدفل عليك اذا هيك متوازع الطفلة. اي ما يخالف ابوس رجلك بس خلي يدفل عليك وما يضل بقلبه. ماكو والله ما خلي له يجي جده. هي اوكي لعد انطيك 1,000,000 دينار وخلي يدفل عليك تفلة واحدة. 1,000,000 دينار؟ ادي يلا خلي يدفل. خاطف امو خليك قاعد اروح اجيب المسدس. اشون طيني 1,000,000 دينار خلي انصحك نصيحة. هاك انتم ما طول هيك تدللون الطفل، فهذا اذا مو اليوم باكر راح يبليكم ويبلي نفسه بمشاكل بس الله يعلمها. اقول لك اخذ نصايحك وفلت منها قبل لا اجيب المسدس. الو وين هذا المدير مال تبنك؟ تعال للمدرسة بسرعة. عين ابو مدلول ترى هذا ابنك رب الثول، مع هذا نجحناه بالصف الاول والثاني. اي والله يا عيني ما نجحتوا بلاش، كل شي بفلوسه. انا لعد ليش سجلت بمدرستكم الاهليه؟ غير اعرف بيها اكثر مدرسه في طيب العراق وتنجحون بدون دراسه. اي مع هذا انت ابنك مطالبه صارت ماسخه في ذنوب، واحنا بعد ما نقدر نلبي طلباته. وش طالب منكم بالله؟ يتصور اليوم جاي يقول لي بعد بالفرصه اجي اقعد بمكانك، يعني بمكان المدير هنا. وشكو بيها خلي يقعد بمكانك. ايوان وين اولي؟ اقول لك حتى ما اطول السالفه انطيك 3,000,000 وخليه يقعد بمكانك بالفرصه. اها سويهم 5 وخلي المعلمين يجون يدرسون هنا. با
بابا الايفون الجديد نزل واريد اشتري منه. لا عاد مو قبل شهرين اشترينا لك الايفون الجديد. لا يا معود نزل اجدد منه ايفون برو ماكس بلس كينج سايز توين تيربو ابو الياي بيست كاميرا كاميرا تنطح كاميرا. وش كل سعره هذا؟ 2000 دولار. والله يا ابني يا مدلول ماكو حاليا جويد فلوس، انتظر منا راس الشهر وعد انا اشتري لك اياه. ما الا هسه. ايه ما يخالف راح ابيع الذهب مالتي واشتري لك بفلوسه. بابا تقبلها انت؟ شكو ابني؟ هي تقبلها جماعتي كلهم يجون للمدرسة بالماطورات وانا اروح مشي. هي غير مدرستك براس الشارع يا ابني. هي ما يخالف ترضاها، انا ما عندي ماطور وجماعتي عندهم. وهسه شي تريدني اشتري لك ماطور؟ لا اريد دو تشالنجر حتى فحط بي قدام جماعتي. هذا هو يجرى لك. اقول لك ايش كم كيلي عندك هسه؟ يعني ذيك المرة بعت ذهب مالتي، هالمرة انت بيع كليتك. ابني لازم تتعلم سياقه بالاول، يلا تطلع بسيارتك. هي قابل الشراد لها، دوست بنزين وفرت ستيرن. ليش ايش سويت بروحك يا ابني؟ غير بالاول تتعلم سياقه يلا تسوق. هسه انا ما مقهور على روحي بقد ما مقهور على امتحانات معدل السادس، اللي انا بهذا حالي ما اقدر اطلع خوش درجه. ما يخالف ابني انت قوم بالسلامه وعيد السنه تجي. لا ما عيد، اكو دوله تقبل صيدله حتى بدون نجاح من السادس، والقصه سنه مالتها دفترين، اريد تسفروني لها. هذا هو، انت بس الطيب وتقوم على حيلك، اروح اقترض فلوس من حجي عطوان وسفرك لهاي الدولة. حجي جايينك على موت قرض واني موظف وعندي ضمانات. ما كوبصص من هاي. حجي انطيني ذيك الساعة. ابني هاي الساعة مات ابويا الله يرحمه، صنعوا له اياها خصوصا بسويسرا. هاي ما خلى حد يطغى من قد ما عزيز علي، مو انه بنطيك اياها. هسه حجي انا رايد قرض 200 مليون، شنو الاجراءات؟ راح انطيك 200 مليون ترجع لي اياها بخمس سنوات بفائده 50%. يعني تنطيني 200 مليون وورا خمس سنوات ارجع لك اياها 300 مليون. ولو كل هوايه بس يستاهل مدلول. وين راح هذا؟ لك هذا باك ساعة ابويا والله لك خيسكم بالسجون يا حرامية يا هتلية. يا حجي ابو سيدك هسا انا رجع لك الساعة بس لا تشتكي عليه. شوفوا لك تروح مثل لا دمي وترجع الساعة، واذا تريدني ما اشتكي عليه انطيني 50 مليون. يلا اسكت. ومنين اجيب لك 50 مليون؟ ما علي عشان ما اشبيع بيتكم. بابا اريد اتزوج. تتزوج؟ اي شفت هاي بنت ابو دعاء جوارينا بيتهم براس الفرع، شفتها واقفه بالباب وحيل عجبتني، يلا روح اخطبوا لي اياها. تفضل وش رايدي؟ خل نقعد بالاول ونسولف. لا مو مال قاعده، وانا اقول لكم الشغله جايين على مودها ما تصير. وانت عرفت على مود ايش جايين احنا؟ اي جايين على مود بنت دعاء لهذا ابنك، وهاي من سبع المستحيلات انا اقول لك، لان بينكم مدلل ومستهتر بالدلال وهيج واحد ما يتحمل مسؤوليه. فارجعوا لبيتكم والله وياكم. شوف خل اقول لك، انا ماكو واحد يرفض لي الطلب، واذا هاي بنتك ما انطيتني اياها فما راح اخليها تصير من قسمه غيري، والله الا اسوي سوايا خليكم تتندمون. سوي اللي يجي من ايدك ولا تقصر. دول من كل عقلهم اندقوا بيه. عود من رش هذا التيزاب عليها وشوه وجهها. خلي اشوف منو راح يتزوجها بعد. دعاء ولك سرسري جاي تريد تذب تيزاب على بنتي؟ الو شرطة. سيادة الضابط يعني شكل راح يتحاكم ابني؟ على الاقل فت خمس سنوات بتهمة النية الجرمية. شوف اقول لك انا راح افوت للسجن بشرط تنفذوا لي كل طلباتي بالسجن. خوش نفذ طلباتك؟ اقول لك انت تعرف قاسم قمشي؟ لا منو هذا؟ هسه من انذبك بالسجن راح تتعرف عليه جوا.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد.